قولي اذا كان عامل السي في راه كون اليوتيليتي تاع الساعه قانونيه اسكو معناتها في جورني في فارش عيط له في ليكيب بتاعه ثم اشغالات قانونيه لازم الكلاب بتاعه يسيبه في الفتره هذه مهم جدا. لكن اذا عامل السي في راه لان بعد مجري يعاون في الجروب بتاعه هذا يبقى الشواء تاع عادل ينفلي في المركز بتاعه. نعرف ينفلي في انجي فريق يلعب دواز اكسيون يلعب طوال 5-2 براتيكمون جوار كادر البروفيل بتاعه كيما الحدادي اكوش كيما راهي ينجم يكون اكسيال في ديفونس ادوا كيما ينجم يكون انا غير لاتيرال في ديفونس اكاد. دونك سي لو جوار ديكيليبر بالنسبه لنا يعطينا حلول كو سوا في الاكس كو سوا على اليمين. هذه بريزونتاسيون تاعو معنا كيفاش نستعملوه بعدين. دونك شكرا. دو جوار كان دو جوار مهمين جدا في المنتخب الحدادي البارح بارك انا وياه نفس الشيء بلال بالايصال المستقل هم موجودين في القائمه كيف ما حكينا تم منافسه هذا شيء فرح. نعرف دي شوا تروسي بلال كان متواجد معنا في كاس العالم الاخيره الحدادي كيف ما حكيت سلم على مثلوثي قلت تظلم في كاس العالم نفس الشيء الحدادي بالنسبه لي انا كوسوا في كاس العالم والا في القائمه هذه قريب برشا يستحق المكان بتاعه بكل صراحه. بعدين سيدي شوا انا لازم نختار اربعه مدافعين محوريين مع كان تراكسيو اخترنا هذوما شفنا توا لي بلوز فور مش معناتها الحدادي كان ينجم يكون اوتوموم في مكان واحد من هذوما.